يا أيها الشهر الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب كالنجم كنت ترفعا وتألقا لله كلي كيف تغيب يا أيها الشهر الأبي تركتنا والظرف يحتاج تاج الأبا تعصيب كالنجم كنت ترفعا وتألقا بالله قل لي كيف تغيب صعب فراق صعب فراق صعب فراق صعب فراق صعب فراقك ما له قلب الذي ألقى البلاء لفقدكم مكروب تنتابه للذكريات لواعج وتعده للحادثات نيوب أنت الذي كان الضياء بقلبه والبشر فوق جبينه مكتوب لم نقترب إلا على أمل اللقاء لم نفترق 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 إلا على أمل اللقاء عبر الهواتف كم أتاني صوتكم نبراته لحن الإخاء طروب ومع التنائي كم تلاقى طيفنا فالحب من قلب المحب قريب فالحب من قلب المحب قريب يا أيها الشهم الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب كالنجم كنت ترفعا وتألقا بالله قل لي كيف تغيب يا أيها الشهم الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب كالنجم كنت ترفعا وتألقا بالله قل لي كيف تغيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أهلا وسهلا وطئتم أهلا ومرحبا بكم جميعا ورحب بأبي الغالي والدنا محمد الدوغان حياه الله أهلا وسهلا أحييكم جميعا في هذا الحفل وهذا والعرس وحقيقة يعني الكلمات تتلاطم لا أعرف أيها أبدأ فالجبل وهذه القامة أو الجبال والقامات لا أستطيع أن أصفهما حفلنا هذا نزف فيه عريسين الأول الأستاذ نبيل بن محمد الدوغان المرشد الطلابي بمدرسة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي نزفه لتقاعده ونزفه لحياته الثانية فهنيئا لأهله به وهنيئا
لزوجه به، وهنيئاً لأولاده به، وهنيئاً لوالديه قبل ذلك به، وهنيئاً لمجتمعه به. شكراً أبا محمد، فقد قدمت وكفيت ووفيت، فجزاك الله خير الجزاء على ما قدمت وما أبليت، وما نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتك. وهذا الحفل أيضاً شامل نجم آخر، النجم والأستاذ الفاضل الشيخ منصور بن عبد الله المنصور، في تكريمه فائق في المعلم فائق التميز. فربي لك الحمد على هذا الإنجاز، ومن إنجاز إلى إنجاز أبا عبد الله. أسأل الله أن يبارك لك في جهودك وفي عمرك وفي أبنائك، وأن يجعلك باراً بوالديك. هذا الحفل الكريم المبسط هو جزء من بذل المعروف ومكافأة، ولا أقول والله مكافأة، لن نكافئ، ولكن هو جزء بسيط تقديراً من منسوب المدرسة ومن قائدنا الأستاذ محمد بن أحمد العمير، جزاه الله خير على هذه البادرة. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرات من القرآن الكريم يتلوها على ما سمعنا الأستاذ الفاضل الشيخ فهد الخطيب، فليتفضل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أنتم الآن على موعد مع كلمة المدرسة ومنسوبي المدرسة، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ محمود بعيسى البوعمير، تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جامع الأحباب ومقدر الأسباب، والصلاة والسلام على النبي الأواب سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب. أيها الحفل الكريم، تحية ملؤها الود تسري على أنغام من الفرح ترقص بمشاعر من السعد تمرح. فسلام من الله عليكم نبعثه من أعماق الحرى، لنعطر به لحظاتنا الغرى، وتنتشي بها كلماتنا الخجلى،
يشرفني وأنا أتحدث إليكم نيابة عن قائد المدرسة ووكيلها ومنسوبيها من معلمين وإداريين وأبناء الطلاب بأن أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير إلى معلمين كريمين لهما في قلوبنا كل محبة وتقدير، أحدهما معنا في ميدان الشرف، ميدان التربية والتعليم، ميدان العلم والمعرفة، وسيفارقنا قريبا بتقاعده وهو ليس بفراق يا أستاذ نبيل، بل لقاء بعد لقاء إن شاء الله تعالى. والآخر من شرفنا بحصوله على جائزة فائق التميز، فهنيئا لنا بك يا أستاذ منصور. أيها الحفل الكريم، في هذه المدرسة العريقة تتكرر مناسبات الخير والعطاء والحب والوفاء، وفي هذا اليوم تختلط مشاعر الفرحة بالأسى والحزن. هي الأيام تجري تطاردنا فنطردها، نقلبها فتقلبنا، فلقاء الأمس يعقبه فراق. فها نحن اليوم إخواني نلاقي أحبابا في الله، جئنا نستقبلهم لنودعهم. فماذا عسانا يا إخوتي أن نقول وجميلكم فاق الحدود؟ أن نحييكم فحي الله فيكم هالوجود، وإن سنهديكم فبعض من عطائكم المعهود، لا كلام ولا احتفال قد يوفي ولا يطول. فيا راحلا عن العيون وحبه في سابحات قلوبنا متربع، إن باعدت ما بيننا الدنيا ففي جنات عدن للأحبة مجمع. وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا التكريم، وكلنا لسان شكر، ندعو لكم بالتوفيق والسداد فمزيدا من التميز يا أستاذ منصور، وحياة جديدة ومليئة بالطاعات يا أستاذ نبيل بإذن الله تعالى، وتثبيتا في المدرسة إن شاء الله يا قائدنا الفاضل ويا أستاذ إياد ويا سيد عبد العزيز. وشكرا لمن كمل في مدرستنا وطبق فيها وسيعود لمدرسته، وإن شاء الله بالتوفيق للمطبقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذه للتثبيت. أنتم الآن مع موعد مع فارسنا الأول لهذه الليلة الأستاذ نبيل بن محمد دوغان، يتفضل يعطينا مشاعره ويصف لنا ما يدور بخلجه في هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني مهما حاولت أني أعبر أو أصف لا أستطيع، ولكن حقيقة قعدت أشخبط شوي أكتب بعض الكلمات عجلة، ولكنها يعني لا تسوف حقك ما بدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الناس من عدم وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، والصلاة والسلام على من أرسله الله للناس رحمة وبعثه متمما لمكارم الأخلاق، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والدي العزيز، مديرنا الفاضل، إخواني أشقاء ومعلمين، أبنائي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحبتي، قضيت في التعليم قرابة 32 عام، فالحمد لله على كل حال. وعلمت أجيالا بعد أجيال، ودربت الكثيرين وأرشدت مثلهم، لكنني اليوم أجد نفسي عاجزا عن الحديث وقاصرا في التعبير عما يجول في نفسي من أفكار ومشاعر، لا لشيء إلا لأنني أنا ولأنكم أنتم.
أنا الذي عشت هذه السنين الطويلة بينكم ودون أن أفكر في لحظة كهذه اللحظة مودعا وطالبا العذر والسماح، ولأنني أنا العاجز الوحيد عن رد الجميل أو بعضه لكم حفظكم الله، ولأنكم أنتم أهل الوفاء والفضل الذين قضيت معهم أياما لا أروع ولا أجمل منها، بل إنها من أحلى أيام عمري كنتم فيها الأخ والصديق والابن، الأخ الذي أتنفس حنانه وعطفه، والصديق الذي أظلني بنصحه وحبه وكرمه، والابن الذي غمرني برا واحتراما وتقديرا. فحق لي وأنا العاجز الأوحد في هذا المساء تصويرا لما يجول في خاطري تجاهكم أحبتي، ولعل السكوت من شخص مثلي هو أبلغ مقال في مثل هذا المقام. وقبل أن أسكت هنالك طلب، طلبي هو العفو والعذر والسماح عن كل خطيئة أو زلة مني تجاه أحدكم. سامحكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الوالد محمد الدوغان مدير المدرسة وقائد المدرسة الأستاذ محمد العمير، ووكيل المدرسة الأستاذ كمال السيد، الدكتور دايل الخالدي، أخي فاضل الأستاذ عبد الرحمن منصور، أيها الحفل الكريم أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن أكذب وأقول بأن مشاعري أكثر من مشاعر الأستاذ الفاضل الكريم النبيل الأستاذ نبيل، فمشاعره قد تكون أكثر شجون مني لأنه سيفارق هذه المهنة التي عاش فيها أكثر من 32 سنة، بذل فيها جل وقته وعصارة فكره، وخرج فيها أجيالا تلو أجيال من الطلاب ومن الأساتذة ومن المهندسين والدكاترة، كل الذين بلغوا مبلغا كبيرا. فتحية تقدير وإجلال وإكبار للأستاذ نبيل الذي عشت معه في هذه المدرسة أجمل لحظات، وكنت أستفيد منه كثيرا، وخاصة في أوقات الفراغ التي أجدها عندي. فأهنئه مرة أخرى، وهو بصراحة يعني هو فارس هذه الليلة ولست أنا، فأنا لعل المشوار قد يكون يطول، ولكنه سيكون آخر المشوار في التعليم، ولكنه لن يكون آخر المشوار في التربية، فهو مرب وناصح كريم جزاه الله خير. الأمر الآخر حقيقة هي يعني بطاقات شكر، وكما ذكر الأستاذ نبيل يعني كنت أردت أن أكتب كلمات في ورقة حتى أختصر الوقت، ولكن المشاعر لا تكتب ولكنها يبوح بها الشخص، فأبوح بمشاعري في هذه الليلة لهذه المدرسة الطيبة والطيبة بأهلها. حقيقة ما حصل من هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات ما هي إلا يعني نجاح يشترك فيه والله بصراحة الجميع. سئلت كثيرا عن سبب هذا التميز وفي هذه المدرسة بالذات، فإجابتي كانت واحدة لا أعدو غيرها، وكنت أجيب دائما بأنها البيئة الجاذبة. البيئة عندما يكون الإنسان مرتاح فيها فإنه يبدع،
وفي هذه المدرسة المتألقة بفضل الله عز وجل وهو نجاح للجميع، والله ما أزعم بأنه لي، لو كنت لوحدي لا ما حققته، إنما هو بهذه السواعد الموجودة. فكنت أقول البيئة الجاذبة الإبداعية المتألقة، ففي هذه المدرسة الجميلة الدافئة حققت فيها 3 جوائز. الجائزة الأولى كانت جائزة عبد الوهاب الموسى على مستوى الأحساء، والجائزة الثانية بفضل الله عز وجل هي جائزة وزارة التربية والتعليم على مستوى المملكة، وهذه الجائزة الأخيرة هي جائزة حمدان بن راشد على مستوى الخليج. هذا الإنجاز يسجل والله لكل فرد في هذه المدرسة بصراحة، وأقولها والله في أي مكان وفي أي محفل كنت أذهب أقول هذه الكلمة. وجود إدارة وقائد مثل الأستاذ محمد العمير جزاه الله خير حقيقة يخجلك ويجعل التألق والتميز والإبداع يجب أن تكون سمة كل من هو موجود في هذه المدرسة. قد لا يكون كثير التوجيه وقد لا يكون كثير الطلب، ولكنني أعتبره ملهما، والملهم هو الذي لا يتكلم بقدر ما يوحي إليك بأنه يعشق التميز ويعشق الإبداع ويحب التميز، فهذا يدعوك إلى أنك أنت تتألق. الأستاذ جزاه الله خير أستاذ كمال السيد طالما أخجلني حقيقة بدماثة خلقه وبالتعامل، يعني كل معلم له عليه أحيانا، فأحيانا تخرج من المدرسة ويضيق بك الوقت، فما أن ترفع السماعة عليه إلا قال رح اذهب أنا مكانك، هذا لا يجعلك حقيقة في يوم من الأيام والله تتصنع أنك تخرج أو تكون في مكان آخر. ولو أردت أن أستطرد مع كل شخص والله لذكرت كل واحد منكم وذكرت له موقفا جميلا رائعا أثر في نفسي وجعلني أحقق هذه الإنجازات. وإن نسيت فلن أنسى الأستاذ عبد العزيز المحيش الذي أعيش معه في غرفة المصادر، وكان له إسهاما عظيما كبيرا جدا بتهيئة هذه البيئة، فجزاه الله خير أحيانا حتى يعني أكون مش موجود أو ينزل الطلاب عنوة فجزاه الله خير يتكفل بيعني تهيئة المكان والإشراف كذلك على الطلاب وتهيئة كل ما تحتاجه هذه الغرفة وكذلك غرفة إنجاز الذي أبدع فيها، وهو من الطاقات أنا أقول التي لم تستفد منها المدرسة كثيرا، فهو مبدع في تخطيطه وفي حماسه وفي إنجازه، فله منا جميل الشكر والتقدير. لن حقيقة أتكلم عن الجميع، فالجميع حقيقة يستحق أن يعني أتحدث عنه، ولكنني والله ذكرت هذه النماذج كيعني أوضح للجميع أن كل معلم في هذه المدرسة له يعني سابقة في هذا الإنجاز، وهذا الذي أمامي الأستاذ محمد جزاه الله خير الذي يقف كذلك على كثير من إنجازات هذه المدرسة يجب أن نذكره بكلمة طيبة، فقد يعني أبرز نشاطات المدرسة عند الميدان التربوي وفي جميع المجالات. فالشكر والتقدير والله لكل شخص منكم وكل واحد والله لي معه قصة، لولا احترام هذا الجمع وضيق الوقت لو والله ذكرت منكم يعني الكثير والكثير. أخيرا وليس آخرا، هذا الإنجاز أو غيره من الإنجازات يقف أمامه قبل كل شيء هو فضل من الله عز وجل وكرم من الله عز وجل أن يهيئ للإنسان صحبة طيبة يعيش معها أجمل لحظات. والله يا إخواني إحنا أنا شخصيا أعيش في المدرسة يعني أيام جميلة والوقت يمضي وأنت لما تكون مع هؤلاء الأحبة والأخوة هذا يدخل عليك وهذا يطلع منك وتدخل المدرسة تجد هذه النماذج الجميلة تسعد وينشرح صدرك، ويمكن الأستاذ محمد يعرف هذا الأمر، يعني كثيرا ما يؤتى إلي إلى أن أخرج من هذه المدرسة إلى جهة من هنا أو جهة من هنا فما يكون جوابي إلا لا أستطيع أن أذهب ولم أجد ب
بيئة تحتضنني كهذه البيئة، سواء في إدارة التربية والتعليم أو غيرها في المجالات الأخرى. الشكر لله عز وجل قبل كل شيء، ثم للوالدين الكريمين الذين أحسنا التربية وأحسنا التعليم وأحسنا البذل والعطاء، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير. والوالد يسلم عليكم جميعا، وكان والله بوده أن يحضر معكم في هذا اليوم، ولكن أخبرت الأستاذ محمد لعل متكلف هذا اليوم واليومين الماضيين، فلعل إن شاء الله تكون مناسبات أخرى. شكري كذلك للزوجة أم عبد الله وأولادي الذين يتحملون الكثير والكثير، فربما يعني تركتهم بعض الأيام وهجرتهم هجرا جميلا، والهجر الجميل هو الهجر الذي يكون في المنزل. كذلك شكري وتقديري لإخواني الأخ عبد الرحمن المنصور معنا هذا اليوم، وكذلك بقية الأخوة كان يفترض حضورهم ولكن يعني حبسهم العذر. معي كذلك الأخ وخالي عادل بودي كذلك جزاه الله خير من الداعمين والمحفزين لي في هذا يعني الإنجاز وغيره. أختم كذلك بشكري وتقديري لإدارة المدرسة مرة أخرى، كلهم والله والله ثم والله لكل واحد منهم في نفسي محبة خاصة جدا جدا جدا، ومعزة خاصة جدا جدا جدا، وأفرح والله وأسعد بأني أخدم أي شخص منهم سواء في مجال التعليم ومجال التربية أو في أي مجال آخر. كذلك شكري لطلابي النجباء على مدى يعني هذه السنوات التي عشت معهم على الأقل في هذه المدرسة الطيبة الفتية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر على الإطالة. لا فضل فوق، جزاك الله خير يا أستاذ منصور وبيض الله وجهك، كفيت ووفيت. أستبيحكم عذرا أخواني، وكل رغبة وأيضا لعل لكم رغبات أن نسمع من والدي العم محمد كلمات بعد هذه التربية وهذا العمر وهذا اللهم لك الحمد على أن بلغنا هذه اللحظات في تقاعد ابن من الأبناء سبقه الأستاذ عبد العزيز ومحمد، معلم متميز جدا له صيته وذاع صيته على مستوى الأحساء، ولكني أريد أن أسمع كلمات بهذه المناسبة من والدي، فليتفضل مشكورا. الأستاذ نبيل، وأشكركم على هذه الضيافة والتكريم الذي قدمتوه للابن ولزملائه، والحمد لله على التربية الصالحة، وأشكركم على ذلك. السلام عليكم. جزاك الله خير يا والد، بيض الله وجهك وأحسنت ونعم التربية. أيضا من أخي الحبيب الأستاذ عبد العزيز، يتفضل كلمات بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله. لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تقاعد الأخ نبيل فرصة جميلة ورد للدين، فقد فاجأني في يوم تكريم المدرسة في حضوره في صباح يوم 8/4/1436 العام الماضي. ما شاء الله. حضر مع الابن محمد وتفاجأت بحضورهم، لكن كانت مفاجأة لطيفة. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني وأنا أتحدث في هذا المنبر في حفل تكريم المربي الفاضل أخي الأستاذ نبيل بمناسبة تقاعده. يسمح لي الأخ منصور أن أتكلم عن نبيل. الأخ منصور له منزلة خاصة في عندي، وخاصة أني حضرت له إحدى الدورات فأعجبت به، له مكانة خاصة ومنزلة خاصة. لكن نبيل أخي الفاضل، فأقول أخي محمد، عرفت فيك نقاء السيرة وطهارة السريرة،
حققت للمهنة شرفها، وكنت مثالاً للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراكك لهذا أملى عليك الاستقامة والصدق والقوة والأمانة والحل والحلم والحزم والانضباط والتسامح وحسن المظهر وبشاشة الوجه سمات رئيسية في تكوين الشخصية. فالاستقامة والأمانة تمليان علينا أن الرقيب الحقيقي على السلوك بعد الله تعالى هو الضمير اليقظ والحس الناقد اللذان ترقى إلى مستواهما أي رقابة خارجية مهما تنوعت أساليبها. عرفنا فيك سعيك إلى بث الشعور بالرقابة الذاتية بين طلابك وزملائك المعلمين ليتحقق بذلك مفهوما راسخا للمواطنة لدى الطلاب والمجتمع عامة، ومبدأ راسخا للاعتدال والتسامح والتعايش مما جعل لحمة العلاقة بين الجميع أساسها المودة والرغبة في النفع والشفقة. لا أملك كلمات توفي قدركم، ولكني أملك قلبا يحبكم ويدعو لكم بكل جوامع الخير. أسأل من هو في ملكه مقيم في جلاله عظمة عظيم وبعباده رحيم وبكل شيء عليم وعلى من عصاه حليم ومن رجاه كريم أن يكرمكم ويعزكم ويرحمكم ويغنيكم عما سواكم وأن يرزقكم من رزقكم من أوسع أبوابه وأن تتحقق كل أحلامكم وهو راض. قبل الختام في قلوبنا تحية إجلال وإكبار إلى من حمل أمانة الرسالة العلمية الشريفة وعمل بكل ما أوتي من علم. أخي نبيل، هذا الكلام المكتوب عرفته أخاً، عرفته زميلاً، عرفته معلماً، عرفته مرشداً. لا أذكر في يوم من الأيام أني توجهت إليه فردني، لا أذكر أني وجهت إليه سؤال فعبس في وجهي. انتقلت في عدة مدارس، فكان لي الحظوة والفرصة الجميلة أني عملت معه في ثلاث مدارس: مدرسة الحديبية المتوسطة، مدرسة ثانوية الهفوف، وآخرها مدرسة الإمام مسلم. عملنا جميعا ونحن نكمل بعضنا البعض، ولكن أقول أمد الله في عمره ووفقه وجعله ذخرا لأبنائه وإخوانه ولأحبابه جميعا. شكرا لكم وبارك الله فيكم على هذا التكريم وهذه الدعوة، وأسأل الله التوفيق للجميع. السلام عليكم. شكرا لك أستاذ عبد العزيز. أيضا هناك فقرة أخيرة، تفضل أخوي محمد يعطينا كلمات ومشاعر في تقاعد والده. أخوي محمد بن نبيل الدوغان، تفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقا لا أعرف كيف أصف هذه المشاعر وهذه اللحظات. حقيقة يعني سعيدني وشرفني أن أكون متواجد معاكم هنا. صراحة يعني مشاعري تجاه والدي جزاه الله خير، يعني وقف معي في كل أموري يعني، وربانا حسن التربية، وصراحة نفتخر فيه في كل مكان، وأي شيء يكون لي فضل فيه عليه وأي مكان أذهب إليه يكون والدي هو الفضل الأعظم في كل أموري. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، جزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. يعني مو احنا احسن من احد، ما في احد احسن من احد، كل واحد كلماته اليوم تعجز عن التعبير، ولو قلت الواحد كل واحد يطلع هنا ما راح يعبر جزاء ومعروفا لهم. وحان وقت الجطاف، تفضل الاستاذ محمد بن احمد العمين قائد هذه المدرسه، والاستاذ كمال بن يوسف السيد وكيل المدرسة، لتكريم الأستاذين الفاضلين ونجمي هذه الليلة. أو عيني سي هذه الليلة. هذا خلف محمد طبعاً يا شيخ. أيضا هدية من الأستاذ عبد العزيز. استمدك. وانت تسلم.
أيضا هدية مقدمة من زملاء المعلمين، جزاهم الله خير ويستاهل محمد. أيضا هدية تجارية من الدكتور دايم خالدي الأستاذ نبيل الدغاني، يستاهل. أيضا هدية تذكارية من أبو سامي جزاه الله خير الأستاذ نبيل. أيضا من الابن محمد بن عبد العزيز هدية لعمه الأستاذ نبيل. تأكد بس. وأبو زوجته يلا. لازم نطلع المستخار فيها. يستاهل. الحين تقول له عمي ولا عمي؟ عمي وسنين. برواية أهل الرياضيات. شكر الله لك أستاذ نبيل وجزاك الله خيرا. في شيء يا محمد؟ في أستاذ مصور؟ لا. والآن لحظة تكريم الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور بجائزة حمدان المعلم فهد التميز. أستاذ عبد الله درع تذكاري مقدم من إدارة المدرسة، وهدية متواضعة من إخوانك وزملائك معلمين المدرسة ومنسوب المدرسة. شكرا لك أبا عبد الله. يوسف أيضا هدية مقدمة للأستاذ منصور من الدكتور دايم الخالدي بهذه المناسبة. ولفتة كريمة من إدارة المدرسة جزاهم الله خير ومنسوبي المدرسة، هدية للأستاذ عبد اللطيف الجميعة بمناسبة سكون المنزل ومنزل مبارك المبارك. شعبية بقط العقال مع الحمام. أيضا إدارة المدرسة جزاهم الله خير لم يتغافلوا عن تكريم زملائنا المطبقين ومن جاءنا وافرحونا ويصعب علينا فراقهم حقيقة، ولكن هذه الدنيا الأستاذ ابن الكبير فيكم أي واحد صالح بن خالد القعيبي. تفضل أستاذ صالح بن خالد القعيبي. والله يتوعدك أستاذ. أيضا هدية مقدمة تذكارية وشكر وتقدير للأستاذ عبد الرؤوف بن سمير العتيق على قدومه وأخلاقه الحسنة والأعمال التي قام بها خلال هذا الفصل. من باقي عطي الثالث سيد شكرا لإخواني يوسف. أيضا الأستاذ المتدرب ناصر بن خالد المحضار على جهوده وحسن أخلاقه والرياضة والحصص الانتظار والدورة. ما سوى فيكم أسوأ يوسف. شكرا أستاذي الأستاذ محمد بن أحمد الرمين. شكرا وكيل المدرسة الأستاذ كمال بن يوسف السيد الخليفة على ما قدمتم، والآن أدعوكم على مائدة العشاء لهذه المناسبة. يقولون تفضلوا على العشاء في رواية ثانية بعد العشاء.